59,000 طلب استقبلته الأرضية الرقمية المخصصة لإنشاء المؤسسات المصغرة، 30% من هذه الطلبات تقدمت بها نساء، ما يترجم الدور الهام الذي تلعبه المرأة لتنشيط المقاولاتية وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية. 59,000 طالب يعني لإنشاء مؤسسة فيها نسبة كبيرة يعني لتفوق 30% من مؤسسات يعني هم نساء، وحتى يعني حتى لا كاليتي تاع لي زونتربريز يل دوموند بوكو بلوس في الصناعات الغذائيه، الصناعات التحويليه، الصناعات التقليديه، يعني حتى يعني هم كل يعني حتى شفنا باللي التوجه للمراه المقاوله في الاستثمار لمسنا باللي فيه دراسه. توجه النساء نحو الاستثمار في عده شعب صناعيه هامه هو ما يتضح جليا للمتجول في اروقه المعرض الذي نظم بالتزامن مع انطلاق فعاليات الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة. Je pense qu'il y a encore plus de travail à faire, surtout la chaussure en Algérie. Déjà qu'il faut créer des marques et surtout des identités, mais c'est juste copier. Et voilà, et tenez accorder une attention particulière aux finitions et à l'image liée à l'habillement du produit. حنا رانا مستثمرين جد في هذا المجال. يعني on est des jeunes. شفنا باللي الجزائر فيها un potentiel كبير de la matière végétale وخاصة ولاية الطرف، على بالنا بلي راهي محمية وطنية. بصح حنا هنا ما جيناش باش نحطموا البيئة، au contraire. رانا on est en train de créer un projet d'investissement في la culture et la préservation des plantes médicinales et aromatiques endémiques les plus rares. الواقع الافتراضي يمكن الزبون من جهة انه يزور المبنى ديالو افتراضيا بصورة 360 يعني 360 درجة، يعني يتحرك في البناء ديالو ويشوف النتيجة الفعلية كيف ستكون، وأيضا تساعد المصمم من جهة أيضا من أجل تقديم جودة عمل أعلى. نساء قدمن من مختلف ولايات الوطن فاختلفت مجالات استثماراتهن، إلا أنهن اشتركن في ولوج عالم المقاولاتية ما من شأنه الرفع من نسبة إدماج المرأة الجزائرية في هذا المجال، والتي لا تزال ضعيفة حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات.